I would simply say أنا ببساطة سأقول إذا كانوا يرغبون بالموت فهذا ما سيقوم به، سيقوم باستهداف السفن الأمريكية، ولكن لم تكن هناك سفينة أمريكية قد غرقت لعقود من الزمن، وإذا ما كانت هذه الصواريخ المضادة للسفن والتي يمتلكها الحوثيون استهدفت سفينة أمريكية أو حتى الإيرانيين استهدفوا سفينة أمريكية، فهذا لن يجعل من هذه حرب إقليمية فقط، ولكن كذلك سيسمح لهذه الحرب الإقليمية أن تنطلق من الإقليم.